كيف مش اخباركم؟ صوتكم بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد وفيديو اليوم بيكون موفي نايت بنسوي انا وماري. طبعا لانه ويكند انا قررت اني اسوي موفي نايت، فانا قلت ليش ما اصور بسوي فلوج. فيلا انا جهزت بعض الاشياء والباقي بسويها في التصوير. اوكي انا وانا قاعد اصور ذا الفيديو باقي لي شوي وصل 50,000. طبعا انا ما ادري لما ينزل هذا الفيديو بكون موصله 50,000 ولا لا، بس انتم بليز اشتركوا في قناتي ووصلوني 50,000 عشان لو وصلت 50,000 بسوي حفله. يلا بليز نسوي لايك وشير وسبسكرايب ويلا نبدا. جهزت الطاولة، هذا هي بنحط فيها الحلويات والأكل والأشياء اللي يمي، وطبعت هذيلي والحين بنلصقهم، بس أول نحتاج نقصهم. أول بالنسبة لهذا الكرتون بنسويه خيمة، شوف كيف. طبعا هو كرتون غسالة، الحين بنحاول لك خيمة حلوة، بتشوف كيف. يلا أول خلينا نقص هذي الأوراق. خلصت قصصتهم شوفوا، والحين يلا نلصقهم. يلا نبدأ. خلصت الخلفية شوفوا. الحين قبل ما يتأخر الوقت بنروح البقالة وبنشتري أشياء كذا، يعني شيبس حلاوة، عصير، بوب كورن زي كذا، وأجعلك في البقالة. باي. الحين خلونا نصفهم ونحط الحلويات في الطاولة. جبت هذيلي بستخدمهم حق بعلق الشبسات هنا، وجبت هذيل الصناديق بقلبهم وبحط العصيرات في الماي. بعد ما خلصت الشبسات الحين بعبي الفشار في هذا العلب.
او. قررت اني اضيفها يعني بس كذي كانه مو ب 3D. شوفوا في واحده صفراء وفي واحده ورديه، فحلو حبيت اني اضيفها. يلا قولوا لي ايش رايكم في الطاوله. فانا صراحه حيل تعبت، فالحين اللي تشوف الفيديو ما حط لايك واشتراك، الحين حط الحين شبيكم. الحين نروح الجوله الثانيه نضبط الخيمه. فيلا اوكي. بالنسبة للخيمة انا حطيت هنا بطانيات عشان نجلس عليهم، وهنا حطيت قماش ابيض عشان ابطل كرتون. الحين باخذ بطانية ثانية وبحطها كذا، وكذا شكل الخيمة. والحين بس اضيف المخدات. أخيرا خلصت الخيمة، شوفوا. يعني ما عرفت أصور كل شيء وأنا أركب الخيمة، فيلا الحين نبدأ الموفي أنا وأختي. فيلا طبعا كل واحدة تأخذ لها صينية من هذول، شوفوا، وبتختار من هذه الأكلات. عفواً. ويلا نبدأ. أول شيء خلينا نشوف ماري وش تختار أكلات. يلا ماري أختي صينية. بس إني أنا أبي أول ذا. يلا تلبسي. إيه. تلبسي يلا. الله حلو عليك. وش تشوفي؟ اشوف كل شيء ازرق. كل شيء ازرق؟ اها. زين يلا اختاري. حتى الخيمة. حتى الخيمة؟ اها. حطي لبس. اوكي ما اعطيه مارشميلو. بس؟ ما اعرف ايش لبس؟ ايه. ايوه الحين اللي ذا. من الأزرق. أوكي. هذا؟ إيه. شيتوز يعني. أشوفه أكبر في النظارة. أشوفه أكبر في النظارة. شوفي أسود. خلصتي؟ أها. أها. هذه صينية ماري. يلا الحين صينيتي. أوكي أنا باخذ لي مارشميلو. باخذ لي عصير تفاح مع اي بطاطس اختار. طيب انا ودي اختار نفس ماري ولا هذه، انا محتارة. طيب باخذ لي نفس ماري. انا بس نظارة؟ طيب اللي من هذا وبس. يلا جيب ماري. وهذا صينيتي. اوكي صار كل شيء جاهز. طبعا قررنا نشوف فروزن 1. صحيح انه قديم لكن انا حد مشتهي اشوفه لانه من زمان ما شفناه. ماري تقولي بتصير طول اليوم بالنظارة، ما ادري ليش لكن بنشوف. ماري ترى ما تشوف الفيلم عدل. عادي. الحين عادي تحط طفي اللمبات؟ اوكي. يلا. فيلا الحين بنشوف الفيلم وارجع لكم بعد الموفي. يلا. اوكي وصلنا لسؤال الفيديو هالمرة. ما في سؤال، بس اكتبوا لي في التعليقات كلمة فيلم واول تعليق صح اثبت تعليقه. وباي. وبس هذا كان فيديو اليوم، شلون عجبكم؟ وصراحة قررنا انا وماري ان ننام في هذه الخيمة صح؟ اي حلو.
شفنا الفيلم اخبرنا اوكي شفنا الفيلم وانبسطنا خلاص يعني قررناهم هنا يلا جهزتي نفسك تنامي قومي بس بيجاما ما يحتاج تبتنام بهذه الملابس اوكي يلا الحين تصبحوا على خير سوي اللايك والشير والسبسكرايب وباي باي.